اوكي، السلام عليكم. احنا اليوم تاريخ 7/8/2021، احنا في مستشفى شمساني. هاي حالة توأم شباب اثنين سالمين ذكور، الله يخليهم لاهلهم. هذا بعد انتظار 5 سنين، مشكلتين، في مشكله شديده كبيره في فحص السالمين عند الزوج، عدد قليل كثير. عند الزوجه كان في تكيس على المبايض، وكان في عندها ازاله الالياف، عمليه سابقه ازاله الالياف. الحمد لله رب العالمين، بعد 5 سنين انتظار، بعد مشاكل كثير بفحص السالمين عند الزوج ومشاكل عند الزوجه من تكيس المبايض والالياف، اجوا عنا ونصحناهم في بدء برنامج اطفال انابيب وتوفقنا معهم من اول محاوله. والحمد لله اليوم احنا في تاريخ 7/8/2021 يوم السبت في مستشفى شمساني. بشكر جميع زملائي، اولا بشكر الناس كلها اللي ساعدتنا، بشكر الدكتور خليل باسطي، بشكر الدكتوره نور، بتمنى لهم خير دائما والسعاده، اللي واقفين معي دائما وجنبي. بشكر كل زملائي الاخرين واقفين معنا، بشكر مستشفى شمساني، وحده الخداج، دكتور مفيد عبد القادر، بشكر المستشفى وادارته. انا سعيد جدا جدا اليوم لهي النتيجه، بقول لكل الامهات لا تقنطوا من رحمه الله. احنا دائما نتعب وبنشقى، هي اطفال اثنين بعد 5 سنين انتظار، بعد مشاكل متعدده في العائله، صار عندنا اولاد اثنين سليمين، الله يحفظهم لاهلهم ويرزقهم. النتائج دائما هي مفرحه، احنا سعيدين جدا. انا سعيد كثير لهالشباب اثنين. ان شاء الله يا رب كل الامهات يحصلوا على اللي بدهم اياه. بنتعب بنشقى ليل نهار،